تواصل السلطات العراقية بالتعاون مع منظمة الانتربول الدولي البحث والتحري عن الآثار التي سرقها مسلحو داعش من الموصل، من بينها كنوز أثرية تعود للألف السادس قبل الميلاد، قام التنظيم بالتنقيب عنها بعد أن حفر أنفاقا تحت مرقد النبي يونس شرقي المدينة. مراسل أخبار الآن وسام يوسف لديه التفاصيل. أنا أقدر أخذك أثر مجنح بس شالات لا موجود موجود جوا؟ تعال نطلع بس لا لا قريب قريب تقريبا يدينا أشبه لك أربع ساعة خمسة تقوى اسمه لا تعميم تعميم بعد 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 موغلة في القدم هي هذه الأرض بقراها ومدنها. إنها محافظة نينوى التي تبعد نحو 500 كيلومتر إلى الشمال من بغداد، إذ يعود تاريخها إلى الألف الرابع قبل الميلاد، وهي تحوي من الكنوز الآثارية ما طمع به الكثيرون عبر التاريخ، كان آخرهم تنظيم داعش الذي احتلها لنحو 3 سنوات. تعتبر مدينة نينوى الأثرية من أبرز المدن في العالم القديم، وتضم تلين رئيسيين هم تل النبي يونس وتل قوينجق، حيث عمد الملوك الآشوريين إلى استخدام المرتفعات العالية في بناء قصورهم ومعابدهم. لذا يعتبر تل النبي يونس هو أحد التلول الرئيسية لمدينة نينوى الأثرية. يوجد تحت مرقد النبي يونس عليه السلام قصر الملك الآشوري أسرحدون والد الملك الآشوري سنحاريب، لذلك يعتبر هذا التل تل مهم جدا بالنسبة للآثاريين. داعش لم يترك موقعا آثاريا في الموصل إلا ونبشه بحثا عن الكنوز، حيث سرق منها عشرات القطع النادرة. وخير شاهد على جرائمه هي هذه الأنفاق التي حفرها تحت مرقد النبي يونس بعد تفجيره وسرقة آثاره، ومن بينها الثور المجنح الذي هو رمز قوة الإمبراطورية الآشورية. بعد تحرير المدينة على يد أبطال الجيش العراقي وكافة الأجهزة الأمنية، تم كشف عن وجود عدة أنفاق قام تنظيم داعش الإرهابي بحفرها تحت الجامع بعد تفجير المرقد والجامع بأكمله. الأنفاق هي عبارة عن مجموعة أنفاق، نفق يؤدي لمجموعة أنفاق، ولكن لا يوجد معلومة دقيقة عن ماهية سرقة الآثار أو نوعية الآثار التي تم سرقتها من قبل تنظيم داعش. القوات الأمنية العراقية والفرق الآثرية المتخصصة تواصل البحث عن المفقودات من الآثار بالتعاون مع الانتربول الدولي، حيث تم العثور على الكثير منها وإعادة العديد من هذه الكنوز، إلى جانب التعاون الكبير الذي أبداه الموصليون الذين ساعدوا أيضا بالتحري عن أواني فخارية وألواح طينية. كما شاهدتم يعني الآن يعني الكاميرا تتجول داخل النفق، داخل الأنفاق، وجود بعض القطع الأثرية المكسرة، يعني أثناء التنقيب يعني تتكسر بيديهم بعض القطع ما يستطيعون نقلها. هناك قطع كبيرة ضخمة جدا قطعوها إلى قطعة وأخذوها إلى أماكن مجهولة، يعني ما حد يعرف إلى أين نقلت هذه الآثار. ما فعله داعش من تدمير للآثار ليست خسارة للموصل وأهلها فقط، بل هو جرم مس إرثا حضاريا مرتبطا بالبشرية، فهو ملك الإنسانية جمعاء، والجريمة التي ارتكبها هذا التنظيم الإرهابي بسرقة وتحطيم هذه الآثار استدعت مسؤولية العالم أجمع لتقفي أثر هذه الكنوز الآثارية واستعادتها.